شوف انا ما عنديش مع الكره بزاف، ولكن هادشي اللي طاري دابا الساط راه ما يمكنش ما يهضرش عليه بنادم. اوكي، ما بين الدول ديال شمال افريقيا كاملين واللي هما هادو، المغرب هو الدوله الوحيده اللي قادره تنظم المونديال الراسه. كيف ما سمعتي، وفي هذا الفيديو غادي نقول لكم علاش وكيفاش غادي يدير ليها. كيف ما كتعرف عزيزي المشاهد، كاس العالم ماشي اي دوله تقدر تنظمه، واخا تكون كبيره في الحجم، ولكن هادشي ما كيعنيش انها تقدر تنظم بطولات كاس العالم، حيت الحجم واخا كيلعب دور ولكن ما يكونش قد الامكانيات الماديه والحبه. وهادشي كاملين شفناه في المونديال ديال قطر، وشحال ديال الزبابل الفلوس اللي خسرات عليه، واخا قطر واحد الدوله اللي صغيره. كيفاش المغرب غادي يقدر على هادشي كامل، وكيفاش البلان بالضبط؟ اعلن الملك المغربي محمد السادس انضمام بلاده رسميا الى الملف المشترك مع اسبانيا والبرتغال لاستضافه بطوله كاس العالم 2030. جاء اعلان المغرب اثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزه الانجاز المميز لعام 2022 المقدمه من رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي قرأ رسالة الملك عقب تسلم الجائزة. أجي نبدأ القصة من الأول. المغرب قدم الملف ديال استضافة كأس العالم اللي غادي يكون عام 2026، حيتاش كان عارف القدرات ديالو شنو يقدر يدير، وواثق أنه يقدر يستضيف هذه البطولة هذه بشكل احترافي. ولكن للأسف الملف ترفض عن طريق التصويت، وربح الملف الخاص بكندا والولايات المتحدة والمكسيك. كأس العالم ديال 2026 غادي تنظم في وحدة من هاد الدول هادو، ولكن بثلاثة بهم غادي يكونوا متعاونين عليه. دابا واش المغرب غادي يفشل ويجلس الأرض وتحطم المعنوي ديالو؟ لا، المغرب عاود ترشح انه يستضيف كاس العالم ديال 2030، ولكن الفرق هذه المره داخله معاه في الملف حتى اسبانيا والبرتغال. يعني بحال المونديال اللي غادي يكون في 2026 متعاونين فيه ثلاثه ديال الدول، وكذلك المونديال ديال 2030 الى ربح المغرب غادي يكونوا متعاونين فيه ثلاثه ديال الدول. ولكن المعلومه اللي بغيتك تركز عليها واللي هي هادشي غادي يتقام في المغرب، هما معاونين فيه جوج ديال الدول اخرين زياده على المغرب، ولكن غادي يدار في البلاد ديالنا. وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. باش نعرفوا علاش هذا الملف قوي بزاف وعنده فرصه كبيره انه يتقبل، خاصنا نشوفوا الشروط ديال الفيفا هي الاولى. الفيفا دايره واحد اللائحه ديال الشروط اللي خاصها تكون في الدوله ديالك اللي غادي تنظم كاس العالم، وهاد الشروط ضروري خاصهم يكونوا كاملين وما تكون ناقصه حتى شي وحده. اول حاجه خاص الدوله تكون ملتزمه وكتحترم حقوق الانسان. ثانيا خاص تكون الدوله قادره على هاد المسؤوليه هادي، سواء ماديا ولا جغرافيا، حيت البلاصه اللي خاص يتلعب فيها كاس العالم خاصها تكون قريبه وسهله الوصول لاي واحد. ولا جينا نشوفوا البلاصه ديال المغرب فين جا، نقدر نقول لك بلي ما كاينش ما احسن من هاد البلاصه هادي، حيت اغلبيه ديال الدول غادي يقدروا يجيو بطياره وحده، ماشي ضروري تحبس في دوله اخرى وتركب طياره ثانيه باش توصل. لا، اما الشروط اللي متعلقين بالتيرانات، خاص التيران اللي غادي تقام فيه المباراه الافتتاحيه اي المباراه الاولى خاص على الاقل تكون الطاقه الاستيعابيه ديالو 80,000 متفرج. اما التباقي ديال الملاعب اللي غادي تلعبوا فيهم الماتشات ديال المجموعات خاصها تكون على الاقل الطاقه الاستيعابيه ديالها 40,000 متفرج. ما عرفتش واش ديجا عندنا شي ملعب في المغرب اللي كيقدر يزاد العدد كامل، حتى تقولها لي في التعليقات. وحتى الا ما كانش قول لي السميه ديال شي ملعب اللي كيهز اكثر عدد ديال الناس في المغرب. نرجعوا للفيفا، كاينين بزاف ديال الشروط اخرين، ولكن انا ركزت لكم غير على اهم وحده. من ناحيه ان المغرب قادر ان يستضيف هذه الكميه ديال الناس دقه واحده، ايه قادر وفايت ليه كاع، حيت اصلا المغرب دوله سياحيه واصلا كيستقطب ملايين السياح من الديبار، يعني مولف تنقول لك ملايين، يعني 10 مليون 20 مليون. وغير سنه 2022 المغرب استضاف تقريبا 11 مليون سائح غير بالضحك واللعب. يرى البعض ان فرص المغرب في استضافه مونديال العام 2030 تزايدت بعد نتائج اسود الاطلس في مونديال قطر، عندما اصبح اول منتخب افريقي وعربي يبلغ نصف النهائي. صدق الراحل حسن الثاني في وصفه المغرب في كتابه التحدي قائلا: ان المغرب شجره جذورها في افريقيا واغصانها في اوروبا، ان شاء الله مربوح على المغرب باستضافتها المونديال 2030. دابا وصلنا لواحد النقطه مهمه بزاف، واللي هي البنيه التحتيه. المغرب عنده احسن بنيه تحتيه من بين جميع دول شمال افريقيا، حيتاش المغرب طلع ذكي وكان خدام على البنيه التحتيه ديالو من هذه 10 سنين قبل، بحال كان كيوجد لشي حاجه، بحال كان عارف من الديبار ان اهم حاجه خاصها تكون عندك باش تقدر تصادف شي بطوله بحال بطوله كاس العالم هي البنيه التحتيه تكون مزيانه. فداك الشيء اللي طراو المغرب خدم مزيان على الجسور والطرقان والسكك الحديديه والمستشفيات وحاجه اخرى اللي تطورت بزاف في هذه الوقيته
اللي هي الاوتيلات. علاش؟ حيت السياحه، السائح فاش غادي يجي راه ما غاديش يمشي يكري دار ولا يمشي يشري دار، غادي يجلس في الاوتيل. حققت ارقام السياحه في المغرب انتعاشه ملحوظه خلال السنه الجاريه، وبلغت نسبه استرجاع السياح الى ما تم اكتوبر من السنه الجاريه بلغت 80%، متجاوزة بذلك المعدل العالمي والبالغ 70%. هذا وبلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 103% إلى ما تم سبتمبر، مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2019 أي قبل جائحة كوفيد 19. لباش ندخلوا شي شوية للناحية ديال لعب الكورة في المغرب، شحال من واحد كيحقر اللعابة المغاربة ولا كيحقر الدوري المغربي؟ كنظن تقدر تكون أنت ما باينش ليك هاد البلان ولا عندك عادي، ولكن الصاط المشجعين اللي كاينين في الدوري المغربي كتعتبرون من أحسن المشجعين في العالم. مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو، الله على هذه الأجواء، انظر محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل، تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة يرتبون. أما في كأس العالم راكم شتو شنو درنا، وكانوا كيقارنونا مع المنتخب ديال الأرجنتين من ناحية ديال التشجيع. اما من ناحيه ديال اللعابه كاينين اللاعبين من الدوري المغربي راهم دابا كيلعبوا في فرق اللي كبار بزاف، صون بعد هذا التقدم هذا كامل الدوري المغربي ما غيبقاش محصور فقط على القنوات المغربيه هي اللي بوحدها عندها الحق انها تبث الماتشات. لا، ناضت القناه الرياضيه ديال ابو ظبي وشرات حقوق البث ديال الماتشات اللي كيكونوا في الدوري المغربي باش حتى هي تبقى تبث الماتشات، حيت شافت وعرفات حجم التفاعل اللي كاين في هاد الماتشات والمستوى ديال اللعب كيفاش كيكون. دابا علاش حنا متحمسين باش يتقبل الملف ديال المغرب اولا شنو غادي نستافدوا من كامل الى مشى حتى طرا؟ اول حاجه السمعه ديالنا والصوره ديال المغاربه اللي غادي تحسن بزاف، وما غاديش تبقى تحشم تقول شي واحد براني راني من المغرب. اصلا السمعه ديالنا تحسنات من نهار فاش تكلاسينا في المرتبه الرابعه في المونديال اللي فات، ولكن هادشي اللي غادي يطرا في 2030 راه حاجه اخرى والنيكست ليفل. ثاني حاجه المغرب غادي يستافد ماديا، الصرف الصحيح والعمله الصعبه، كاع الاوتيلات غادي يضربوا الصرف ديال بصح، كاع المتاجر غادي تمعشوا مزيان، شتي حتى هذاك اللي له بادي وداير فراشه في الشارع حتى هو غادي يضرب الصرف مزيان، وهادشي كامل غادي يطرا في الوقيته ديال المونديال. واخر حاجه غادي يستافد منها المغرب واللي هي غادي يوليو شركات كبار يجيو يستثمروا في المغرب، حيت غادي يشوفوا علاش قاد وغادي يعرفوا باللي الا جاو استثمروا في المغرب غادي يربحوا اكثر، والا جاو يعني فرص شغل اكثر، يعني البطاله غادي تقل، يعني الجرائم غادي يقلوا. الا جينا نحلوا هذا الموضوع بزاف راه غنلقاو مئات ديال المجالات اللي غادي يتحسنوا في المغرب الا مشى تطرا هذا البلان هذا، فلوس بزاف وكلشي رابح، وحتى حنا صناع المحتوى براسنا غادي نديروا فيديوهات على هذا الموضوع، ودوك الفيديوهات غادي يكونوا فيهم مشاهدات الى اخره، يعني كل شيء غادي يربح. قلت ضروري خاصني كومونتي على هذا البلان، وايضا بغيت نشوف الراي ديالكم. هادشي اللي كان عندي اليوم، ونتمنى تهبط وتقول لي شنو بان لك في التعليقات، وايضا الا كانت شي معلومه ناقصه زيدها لي راه كنقرا تعليقاتكم كاملين، ولا كانت شي حاجه ما واضحاش قولوها لي باش نوضح لكم في الفيديو الجاي. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا، فريمون كنقدر هادشي وكيعني لي بزاف. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتوا، انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.